السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا هذه داسيا، راح نقول لكم رونو اي كيف كيف لاندس اس في. هذه داسيا فيها مشكل 2015، كون فيها جي بي ال راهي عندها مشكل تاع السير تاع سو بابا. هذه قدينا اللي دوا طاحها قدان خطره ودنيرمون مشابهة مولاها بزاف والدواء مقفول. كي مشابهة بزاف والدواء مقفول راهو في لاما سياج تاع سو بابا وفي زد سياج حتى تاع الكلاصة، عم بالي به في زد سياج تاع سياج تاع الكلاصة. دونك هادي واش راح نديرو لها، راح نحيو لها ديريكت مولا كيراس. هادي تنحى ديريكت مولا كيراس. الطوموبيل واش تولي تعمل دوك نعدلكم كيفاه الدور، ما نطولوهاش الدور بزاف تسخن لنا. تولي تريبون دي روتار وموطرة فيبري نشوف حاجة مروحه خاص. يحب يرقد ودي فو يرقد طفي ما تسخنش. هذا دي فو يرقد، هذه عم بالي بها من القوانين سياسة سو بابا اللي رايح راهو دوزيام سيلندر جهة الفولو موتور تاع الفيسو. هذا دوزيام سيلندر تاع الفولو موتور جهة الفولو موتور. دوزيام سيلندر هو اللي يفزد السياج تاع السو بابا تاعو، هو اللي يفزد ديما في لاندس اس في ديما. هذا كل يبدا اول السياج يفزد تما، اول سو بابا يفزد تما. توجور الزوز تاع نص ماكسيموم يعني لو كان راحو. هي تروح الاولى تاع جهة الدوزيام سيلندر تاع الفولو موتور، الاولى هي تاع الدوزيام. درك نحلوها ان شاء الله وتشوفوا واش كاين، واش كاين فيها اكزاكتومون. نتعاملوا على ربي بسم الله. درك بعد ما نحلها تعرفوها كيف تتحل. نصحفظوا على لي فيش تاعها، ماذا بينا كلشي يرجع كيما كان باسكو كلش فيها بلاستيك، فهمتوني. هذه سيرتو تيو هدايا، هذا ديما يفزدوه الناس ويكسروه. هادو عنده بالبنس تاعو يتحل نورمال، هذايا ندوروه شويه يعطينا المو او نحلو من هنا ناحيه من السيبور با يعطينا المو لهنا، ومن بعد نرسو عليه لي كليبس تاعو ونجبدوه يخرج نورمال. دوك يحلوها ان شاء الله نعطيلكم مشكلة اخوتي. بعد ما نحيت لاكيلاس هاو الدوزيام سيلندر بعد فولومتر، هاي سو بابا لي فازت. هادي السياج تاعها طايح، القريم رقديين لي دوا كلشي، السياج تاعها طايح. وعلى هاذيك اللي تلقاو منهم هي كحلة بعدا، هادي اللي متخفيش مليح متخليش الموتور يدور رون. درك بقالي غير من ناحية لي دوا ناحية لابيب تاع التيرموستا باسكو فازنا ديجا، هاي توضر في الماء مبقاش ترجع كي نحيها بلي حلقاها بالك مكسرة الداخل، فاصون هي توضر اوتوماتيكمون راح تتبدل. وناحية الكوليكتور تاع لي شابمون ونبعثها ان شاء الله للتورنار. تريقل تريقل عند التورنار ان شاء الله نعود نقفلها ونعود غير سو بابا وحده برك. هذه اللي تفلامات دونك باسكو ما نعودهمش كل ما تقولناش لا كومبريسيون قادر الزيت يولي سينيالي قادر تولي تاكل الزيت. دونك نعودو غير سو بابا وحده وبرك تولي تقفل لاباس عليها باذن الله وترجع الطوموبيل دور رون كما كانت بكري وخلاص. ديما يفزد الدوزيام سيلندر هذه تاع جهه الفولو موتور. الدوزيام سيلندر هذا هو اللي ديما فيه المشكل في لاندوس اس بي لوغان وسامبون. كيف كان الحال ان شاء الله نعمل لكم فيديو بعد ما نريقلوها، ولا ما درناش هي باينه تريقلت وسيبه باسكو انا ديما نخدم فيها هذوما بزاف. وخوتي في لوغان هادي اللي كانت فيها سو بابا ورابيب تاع تيرموستا، بوم مولاها خدم سو بابا وجاب لي دوزانها كامل، جاب لي لابيب تاع تيرموستا، جاب لي جوانت كيراس راكم تشوفوا فيه تاع الكغط، ما نعاودش نرجع حديد، جاب لي جوان تاع لي بوجي وجوانت كاش وباه نقفلوها باذن الله. دوك نعطي لكم سو بابا لا كيراس هي هاي اللي عاودها، هاو السياج مليح، تولات عالية كيما الاخرين اللي كانت هابطة.
وبدنا سوبر با وحده بما تقواناش لا كومبريسيون، وباذن الله دوك نقفلوها ونوض الطوموبيل ترجع الطوموبيل لاباس عليها كما كانت على الاول. خلاص هذا هو لي سوبر با كلهم قد بعضهم. هذه جديده اوتوماتيكمون راح تجي طالعه شويه عليهم باسكو السياج ديجا تبدل ولا دوبل في. هذا هو درك نقفلوها ان شاء الله. هاي لا بيبلي قلت لكم عليها، وجو نتاع الكاشا اللي تشوفوا فيه بالزيت من هنا. ندوريكم جهه لي بوجي ها تشوفوا فيه جهه لي بوجي. درك نبدا راح نبدا نقفل فيها ان شاء الله. خاطر فضيتها هذه تاع السوبابا لوغان فضيتها خلاص راح ننورو نشوفوها تنوض على ربعه ولا لا، اسك موتور يفيبري ولا ما يفيبريش. يا الله يا ربي اسك كيما كان قبل ولا لا، يدور رون ولا ما يدورش رون. يلحق ليسونس دوك تليفون دي فارغه لا رام تاع ليزونس كثر فارغه خلاص من ليسونس. هاي نوت يتنحى شويه لي كالامي لي فوكس لي بيستون اوراك خلاص اوكي فيبراسيون. هادي تقدر تخدم سياج عند واحد يعرف يخدم اي ملاحة اوكي فيبراسيون فيه ركبتوها برك حتى نكملو نعمرو له الماء والراس فضت وركبو له فلتر ورايتو مولاه يجي يداها بإذن الله. نقول لكم خاوتي السلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات أخرين وكاش معلومات أخرى بإذن الله. زادو تحبوا كاين ناس يحبوا يزيدوا يشوفوا موضوعها خطرة ثانية. هاي طفيتها من هي ما طفيتهاش من هنا. هاي كارد دو تور وتنظم موتور راك احد من هنا الحمد لله. ها موتور راك احفظنا بالبركة على موراها ان شاء الله وربي يصلح له. هذا هو نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات اخرين وكاش معلومات اخرى باذن الله. والسلام عليكم، ما تنساوناش بالجام والبارطاج خاوتي.